بس عاد يا معباس بطل من البواكي قالت ما اقدر ما اقدر. حسين 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 دخلت زينب يخيل عاد دخلت زينب قامت النساء لها اجلالا جلست عند رأسها من الداخل قلنا لها هذه زينب. ايش قالت؟ قالت قربي لي يا زينب قبل ما يفرق البيين وخبرين ايش تريدين ابلغ خيك حسين. قربي قبل ما الفض انفاس المنية وخبري من تريدين ابدي بالتحية باللي انهشم صدره بخيلل اعوجية لو باللي كسرى ومنها خلف الباب ضلعي وصيني واعتمدي يا زينب أني معباس عندي علامات بها عرف خيرة الناس نشان أخوك حسين لا خنصر ولا را وامك علامتها العصابة ولطمة العين. قول يا زينب بمن أبدأ؟ قال نادت الحارة والدمع بالخد الساي أول تحية الزار وسأليه كيف تخلي زينب بدون كاف متمار مرة بيته مدهوشة ونساوي يم البنين الأربعة فصل له الحال ملزوم يدرب بأسيرة فوق الجمال وملزوم يدر حسين راسه فوق عسا وملزوم يدر الأعوجية طحنة حسين يم البنينة المعذرة آخر وصي ملزوم يدري بدخلة المجلس هدي وماتت على أبوها من الحسرة رقي وياك تنسي هالوصية يا ام الابنين.